أهلا بكم. يعتقد الرأي العام في العراق ومنه الرأي العام الشيعي طبعا أن إيران باتت تلعب دورا سلبيا في العراق وأنها فقدت قوتها الناعمة في كونها أنموذجا للإسلام السياسي الشيعي. وطبقا لآخر استطلاع للرأي فإن أكثر من 85% من العراقيين منهم 82% من الشيعة يقولون إن إيران تلعب دورا سلبيا ومرفوضا في العراق. حاول الخميني بعد نجاح ثورته في العام 79 من القرن الماضي تصدير هذه الثورة إلى جوار إيران العربي ومنه طبعا العراق باعتبارها ثورة عقائدية مبنية على مفهوم ولاية الفقيه، لكنها فشلت فشلا ذريعا بسبب تصدي العراق آنذاك لهذا المشروع والحلم. أرادت إيران أن يكون نظامها السياسي هو الأنموذج الذي يتبناه شيعة العراق بعد استلام الحكم في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وهو ما تعمل عليه الآن الميليشيات الولائية التي ترتبط بالمرشد الإيراني خامنئي دينيا وسياسيا، ولا تخفي طموحاتها في إقامة نظام ولاية فقيه في العراق. وتقول ميليشيا حزب الله في العراق أن ولاية الفقيه هي الطريق الأمثل لتحقيق حاكمية الإسلام في زمن الغيبة، وأن تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران إنجاز عظيم ومرحلة أساسية للتمهيد لإقامة دولة العدل الإلهي الموعودة في العالم. لكن المراقبين العراقيين يقولون أن طبيعة وتكوين المجتمع العراقي لن تجعل الأمنية الإيرانية بإقامة نظام ولاية فقيه ممكنة التحقق والنجاح. وما سمع من هتافات ورفع من شعارات في ثورة تشرين وغيرها من الحركات الشعبية العراقية منددة بإيران وميليشياتها تمثل واحدة من تجليات هذا الرفض والسخط الشعبي لإيران أو على إيران وسياساتها وتدخلاتها في العراق. مشروع إقامة نظام ولاية الفقيه في العراق والذي تعمل عليه الميليشيات الولائية المرتبطة بالمرشد الإيراني هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة مؤشرات على أن الميليشيات الولائية الطائفية تدفع فعلا بالعراق إلى نظام حكم مماثل لولاية الفقيه الإيرانية؟ وما المخاطر المترتبة على إطلاق مشروع أو البدء بمشروع تغيير وجه العراق السياسي وسلخه عن محيطه العربي وهويته الفكرية والدينية المعروفة عبر إقامة نظام ولاية فقيه؟ ثم هل تحتاج إيران فعلا لأن يكون العراق محكوما بنظام ولاية فقيه والبلد كله في قبضة ميليشياتها المرتبطة بمرشدها وحرسها الثوري؟ وهل ستسمح طبيعة وتكوين المجتمع العراقي لهذا المشروع السياسي الطائفي بالمرور والتطبيق في العراق؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، صباح الناصري، زكي رضا. لم يعد للعراق من مفهوم الدولة إلا الاسم والرسم، أما طبيعة الحكم وشكله وتصرفات أحزابه فلا تكاد تتعدى أن تكون نسخة مصغرة عن النظام الإيراني، وبالأحرى جماعة تابعة لنظرية الخميني. واقع العراق هذا يدركه كل من يتعامل مع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك سفراء الدول والمبعوثون الأمميون، إلا أن الذين رسموا خريطة العراق الجديد بعد الغزو الأمريكي لا يريدون للأحزاب أن تعلن بشكل صريح تبعية العراق لولاية الفقيه حتى تتمكن من تسويق النظام السياسي الجديد دوليا وتفرض على الدول الإقليمية التعامل معه على المستوى الرسمي. ومنذ أن تعاظمت سطوة الميليشيات على الدولة واستحكمت بمفاصل المؤسسات أصبح زعماؤها أكثر جرأة على التصريح بتبعيتهم للنظام الإيراني، ويجاهرون بالعداء لدول المنطقة ويهددونها على أساس طائفي. إسرائيل لازم يصير رياض. إسرائيل لازم يصير رياض. السعودي السعودي السعودي. أمريكا. السعودية. ومنذ عام 2018 بدأت الأحزاب التابعة لإيران تعد مخططاً لإعلان العراق رسمياً دولة تابعة لمشروع الولي الفقيه بحسب ما أكده ناشطون تابعون لهذه الأحزاب، إلا أن ثورة تشرين أخرت هذا المخطط وأظهرت كتلة وطنية صلبة دفعت وكلاء إيران إلى العودة لأسلوب المراوغة السياسية عبر التصرف بدبلوماسية في الوسط الإقليمي، بينما حقيقة النظام السياسي ظلت على حالها.
التوترات الإقليمية ولا سيما المتعلقة بصراع المصالح بين أمريكا وإيران زادت من إرباك الأحزاب في العراق، فهي من جهة لا تخفي اصطفافها مع إيران والانخراط في خدمة مشروعها، ومن جهة أخرى تدرك حاجتها للدعم الأمريكي للحفاظ على مواقعها بالسلطة. مراقبون للوضع الإقليمي أكدوا أن دول المنطقة ستظل في حالة عدم استقرار وخوف من توترات جديدة طالما لم يتغير النظام الحاكم في العراق بجميع رموزه وأحزابه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في طموحات أو مشروع إقامة نظام ولاية الفقيه مماثلة لولاية الفقيه الإيرانية في العراق، وهو ما تدفع به الميليشيات الولائية المرتبطة بمرشد إيران. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسيكون معنا من مدينة تورنتو في كندا الدكتور صباح الناصري الأستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك، ويكون معنا أيضا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الكاتب الصحفي الأستاذ زكي رضا. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، هناك من يتحدث عن مؤشرات ودلائل قوية على أن الميليشيات الطائفية الولائية تدفع باتجاه إقامة نظام ولاية فقيه في العراق مماثل للتجربة الإيرانية، تجربة نظام ولاية الفقيه. هل تعتقد أن هذه المؤشرات واقعية وحقيقية أم هناك مبالغة في هذا الأمر؟ هناك يعني تصوير لهذا الأمر على غير واقعيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. أقول يعني منذ عام 2003 لحد الآن، من يعتقد في عام 2003 ولحد الآن أنه إيران دخلت العراق وتغولت وحكمت بميليشياتها ولم يكن لديها منهج وبرنامج تطبقه في العراق، إما أن يكون جاهلا أو مغيبا مخدرا أو يكون مؤدلجا، لا يمكن يعني أن نجتاز هذه الشخوص الثلاثة، هذه النماذج الثلاثة، لأنه إيران تدخل العراق في ظل هذا الظرف، ظرف احتلال، وأمريكا سمحت لها تحت المظلة الأمريكية وتدخل ببدر وغير بدر وميليشياتها وتغولها، وأمريكا تفتح لها الأبواب لكي تدخل، وهي لديها مشروع للتوسع. هذا ليس جديداً، هذا يعني مع التاريخ الإيراني وموجود، ومن يقرأ التاريخ سيجد أن إيران حاولت سواء بزمن الخميني، بزمن الشاه، بزمن السلاطين السابقين غيرهم، كلها كانت إيران تسعى لهذا الموضوع، وهذا تاريخيا مثبت. وهكذا إيران تريد أن تتغول العراق وتتقدم وتجعل من العراق ضعيفا لكي تمتد، وهذا مشروعها، هذا من حقها، غير مو من حقها، هذا أمر آخر، هذا يشكل جزء من سياستها وجزء من تفكيرها. فمن يعتقد أنه إيران لم تكن تمتلك مخططا أو برنامجا لإيصال العراق لهذه المرحلة، هو مثل ما قلت يعني احتمال من هذه الثلاثة. وصولا إلى ما وصلنا إليه، إيران تريد أن تجعل من العراق أولا ضعيفا، ولذلك هي تلاقت مع إيران مع أمريكا في التخادم، لأنه الهدف واحد، هو أن يبقى العراق ضعيفا منكسرا لكي تتغول عليه، وهذا جزء من ذلك لكي تحوله إلى ساحة تستفيد منها، تحلبها اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، أمنيا، وساحة لصراعاتها. هذا واحد. الثانيا، هي تريد أن تجعل من العراق يعني مقدمة أو ساتر لمشروعها، وهذا الساتر يحتاج إلى قوى تدافع عن مشروعها هي. لذلك ما نشاهده الآن، الأدوات الإيرانية في العراق، هذه الميليشيات وهذه القوى والحكومة والعملية السياسية، كلها جزء من أدوات تدافع عن مشروع إيراني. يعني خذ القصف اللي حدث على أربيل، نفسهم يعني الجمهور الإيراني لم يدافع عن القصف الإيراني لأربيل مثل ما دافعت عنها الميليشيات الموجودة في العراق، دافعت عنها بشكل غريب عجيب، ليس لهم علاقة بالعراق، ليس لهم علاقة بإنسانية، بأخلاق، بقصف، بسيادة، باستقلال، لا، العراق ساحة تابعة لإيران، وإيران يجب أن تتصرف بها كما تشاء. وأريد أن نحسم الموضوع من البداية، أقول في انتخابات عام 2021، هل يستطيع أحد أن يقنعني
أن ما حدث كان طبيعياً، بمعنى أنه بعد ثورة تشرين، بعد شباب جميل رائع، شباب نقي طلع خارج يعني عابر للطائفية، وقتلوا من عنده نحو 1000 شاب من خيرة شباب العراق، وجرحوا 30,000، وكل هذه الثورة اللي أجهضوها بهذه الطريقة، وجاءوا بانتخابات، دعنا من الكاظمي وغيرها، وهذه الحكومة جاءوا بانتخابات. الانتخابات ماذا حصل بها؟ قاطع الشعب العراقي، قاطع 85%، واللي دخلوا 15%. نعم، هل يريد أحد يقنعني أن انسحاب تيار الصدري كان طبيعيا؟ هل يمكن أن يكون طبيعيا؟ لأن أنا بعدين سمعت تفسيرات من مقتدى الصدر نفسه يقول أنه إحنا لو كنا فزنا كان يجب أن نشكل الحكومة، وأن شكلنا الحكومة وفشلنا يعني المشروع كله ضاع. أنت ماذا تعتقد؟ يعني ماذا يعني كيف تقيم مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام اللي خارج عن المنطق؟ أنا أدخل انتخابات والبرنامج الانتخابي معروف من عام 2003 لحد الآن. نعم. الإطار موجود، أنت تفوز تشكل الحكومة. أنت ليش دخلت الانتخابات أساساً؟ مو حتى تشكل حكومة وحتى تحكم وحتى تتصرف وتوقف وتنفذ برنامجك الإصلاحي، أليس هذا؟ وإذا به ينسحب ويترك الساحة للميليشيات التي تتحكم، هل هذا طبيعي؟ التي تريد إقامة نظام ولاية الفقيه في العراق. أشكرك. نعم. أشكرك. مساء الخير دكتور صباح. ماذا أسمع الدكتور صباح؟ ما تسمعني؟ أي أسمعك هسه أسمعك. أي. دكتور أولا أهلا وسهلا بك ويانا. مية هلا بيك أستاذ ماجد، تحية طيبة لحضرتك والأستاذ رابع أستاذ زكي والمشاهدين الكرام. الله يسلمك. الحقيقة الخميني عام 79 وفي وهج وذروة وقوة ثورة الخميني كان لديه طموح أو حلم بتصدير الثورة، يعني النظام السياسي إلى جوار إيران العربي ومنها العراق، لكنه فشل فشلا ذريعا. الآن بعد 43 أو 45 عام من عمر الثورة، ومع كل هذه الجبال من الأزمات، النظام الإيراني الآن نظام منبوذ ومعزول، الشعب الإيراني يتحين الفرصة للقيام بثورة. ما المغري أن يستنسخ هذا النموذج الرثو البالي في العراق؟ أستاذ ماجد ماكو إغراء، هي القضية مو إغراء. لاحظ أنه مثل ما تفضلت من 79 المخطط طبعا هو أمريكي إسرائيلي بدعم خميني، وبط طبعا بالمناسبة الثورة ما كانت إسلامية مثل ما يدعون الجماعة، إنما كانت ثورة شعبية إيرانية. بالعكس كانت أغلب القوى اللي شاركت بالثورة هي غير يعني إسلام سياسي، ولذلك خميني كان بحاجة إلى الحرب حتى يقضي على أعدائه ويصفيهم من العلمانيين والشيوعيين والليبراليين وغيرهم، ولذلك استفز العراق بالدخول إلى الحرب حتى يستغل الحرب وتحت غطاء الحرب، ويعني النعرة القومية الفارسية محاكاتها، استطاع أن يقضي على كل معارضيه ويصفيهم أو طبعاً يخرجون خارج البلد أو بالسجون أو القتل، ولذلك أصر على الحرب. حتى لما العراق بال83 على ما أتذكر المعارض وقف إطلاق النار رفض، لأنه كانت من مصلحته أن يستمر الحرب. هذه الحرب كانت مدعومة طبعاً من أمريكا، من ريغان ومن إسرائيل، وكان هنالك تعاون عسكري أمني استخباراتي بين إسرائيل وإيران بدعم أمريكي من 80 إلى 88، يعني أثناء الحرب بأكمل. إذن هذا المشروع كان موجود من 79، ولكن وقوف العراق في ضد هذا المشروع بالثمانين، وطبعاً لا إسرائيل ولا أمريكا كانت تتوقع أن العراق ممكن يصمد لسنوات ضد إيران، ولكن صمد بالعكس، يعني هو خرج من الحرب منتصر الحقيقة. طبعاً هذا كان ضربة كبيرة لهذا المشروع. إيران وإسرائيل اثنينهم دول غريبة على المنطقة، المنطقة بأكملها منطقة عربية، فبالتالي الاثنين عندهم عداء ضد العرب وعندهم تخوف من العرب، ولذلك يتدخلون في شؤون المنطقة العربية حتى يفرضون هيمنتهم ويحافظون على طبعا على أنظمتهم بهذا الشكل. فهذا مشروع طويل مو جديد. الدليل أنه قبل 2003 قبل احتلال العراق، طبعا أنا كتبت المقال قبل احتلال العراق حول الموضوع هذا، كان هنالك نقاش ما بين المحافظين الجدد في أمريكا، ريتشارد بيل ورامسفيلد وتشيني وغيرهم، مو بوش الرئيس، هذا طبعا تم استغلاله، هو ما عنده فكرة عن الموضوع،
ولكن كان هنالك نقاش ما بين المحافظين الجدد اللي هم يسموهم في امريكا الصهاينه المسيحيين فانجيلكال زاينست، اللي هم طبعا داعمين باسرائيل بشكل مطلق 100%، ما بينهم وما بين معهد نتنياهو في تل ابيب. وبالذات بعد 11 سبتمبر ما هي افضل وسيله من اجل تغيير الخارطه الجيوسياسيه للمنطقه؟ فكان اقتراح نتنياهو انه يدخلون العامل الطائفي، يعني يدخلون ايران والتشيع السياسي الى مثل العراق، احتلال العراق، هذا راح يكون متغير يقلب الخريطه الجيوسياسيه للمنطقه لصالح اسرائيل وايران وامريكا. وهذا كان مشروع لا غير. فبالذلك بحثوا عن القوى اللي لها علاقه يا اما بايران مثل التشيع السياسي، او في اسرائيل مثل حزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان مع امريكا، من اجل تفكيك الدوله العراقيه وادخال البعد الطائفي اللي هو التشيع السياسي، وليس التشيع انما التشيع السياسي الفارسي وليس التشيع العربي، ادخلوا الى المعادله هذه من اجل قلب المعادله الجيوسياسيه بالمنطقه، لانه كانوا يعرفون الارهاب على انه اسلام سني. فافضل شيء للدفع ضد ما يسمى يعني الاسلام السني هو ادخال العامل الطائفي وادخال ايران الى المنطقه. الان الامريكان يدركون والاسرائيليين يدركون انه بخلاف ايران الاغلبيه الساحقه في العراق، يعني التشيع بالعراق هو عربي وليس فارسي مثل ايران. وثانيا ان التشيع في العراق هو ليس الاغلبيه سياسيا، انا اتحدث يعني اغلبيه الشيعه في العراق يا اما قومي عربي يا اما شيوعي يا ما اعرف ايش، مو بالضروره يدعم التشيع السياسي. على العكس، التشيع السياسي حزب الدعوه، منظمه بدر، منظمه العمل الاسلامي الى اخره، ما كانت تمتلك اي قواعد اجتماعيه داخل العراق. فبالتالي الحل الوحيده من اجل اطفاء شرعيه على حكم بدعم امريكي اسرائيلي ايراني هو ادخال عامل، خلينا نسميه عامل اخلاقي اجتماعي، نعم، يخطئ شرعيه، الا وهي مرجعيه النجف. اشكرك. النقطه حتى اختم هذه، تفضل دكتور. اي تفضل. اي بس 10 ثواني. اي تفضل. بما انه امريكا واسرائيل تدرك بانه ليس بالامكان استنساخ ولايه الفقيه الايرانيه في العراق، ايران 90% شيعه وكلهم فرس ما بالامكان، فلذلك ادخلوا ما اسميته انا ولايه فقيه مخففه، بمعنى ان مرجعيه النجف هي الحزب السياسي. دكتور صباح اذا سمعت لي، سنتحدث اكثر عن هذا المشروع، عن فرص نجاحه إذا كانت له فرص نجاح، وعن المعوقات أو المقوضات أو المعرقلات التي راحت عوضه. تأخذ وقت وأنطيك إياه. مساء الخير أستاذ زكي، لأن طورنا على أستاذ زكي. مساء النور، أهلا وسهلا عزيزي، أهلا بك وضيفينك الكريمين. أهلا وسهلا. هل إيران تحتاج لتأسيس أو تصميم نظام ولاية فقيه يحكم العراق على غرار يعني نظام ولاية الفقيه في إيران، والبلد كله بقبضة ميليشيات المرتبطة بخامنئي؟ البلد الآن بقبضة الميليشيات الولائية سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا، كله في قبضتها. تحتاج إلى هذا النظام المستفز للشعب العراقي ولجوار العراق العربي؟ تحية لك عزيزي. أولا أنا قد أتفق وما أتفق مع ضيفين العزيزين. نعم. السياسة اللي صار منذ بداية الثورة الإيرانية هي ثورة شعبية مثل ما ذكر الأخ المتداخل إلى هذه اللحظة. أنا راح أنتقل أخذ من زاوية أخرى بالنقاش، وهي أن إيران غير معنية إطلاقا في أن يكون العراق إسلاميا أو فيه نظام على غرار ولاية فقيه. إيران معنية فقط ولأسباب عديدة، من ضمنها هو الطبيعة الديموغرافية للمجتمع العراقي. هناك توازن بين الشيعة والسنة. الشيعة أكو مشكلة بس. العرب السنة بالمنطقة الغربية وكردستان أيضا سنة. لكن أنا أعتقد أن إيران غير معنية، لأنه إيران فقط تعمل على أمر واحد وهو تصدير أزماتها خارج بلادها ومناكفة أمريكا، وليس القتال أمريكا. مناكفتها فقط خارج أراضيها، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في العراق، أو وين ما يكون هدفها حواضن. القضية هنا أنه
هل إيران، هل ولاية الفقيه مثل ما أنت تقول عن حليبين هلالين هي قراءة حقيقية؟ حتى المرجعية في النجف، ولاية الفقيه في الأمر السياسي منه، الأمر الحكم يعني السيطرة على الحكم، هي ما موجودة في عقلية السيد السيستاني مثلا في بعض الكتب، ما يعني هو عنده فقط شغلات أخرى. يعني أكو هناك مسألة جزئية، يبقى أنه ولاية الفقيه غير قابل للتطبيق بالعراق لأمور كثيرة، مثل ما قلت لك أخوة أمور عديدة، ومثل ما قلت لك هو إيران أساساً الشعب الإيراني نفسه هو غير موافق، غير قابل على ولاية الفقيه. ولاية الفقيه قمع أو حكم دكتاتوري، ولاية الفقيه حتى المذهب الإمامي ما يصير يكون ولاية الفقيه، ولاية الفقيه فقط 12 بعدها ما ولاية الفقيه. هذا أكو خلاف داخل إيران عليه، داخل مرجعي نفسه، المنتظري عنده خلاف عليه، الخوي عنده خلاف عليه، شريعة مدارك عنده خلاف عليه. فالقضية مو قضية إنه إيران تحكم، القضية هل إحنا كعراقيين قادرين إنه نتبنى مشروع سياسي حقيقي لإنقاذ بلد هذا البلد وشعبه؟ هنا القضية، إحنا قاعد نتناول القضايا من جوانب متعددة وتاركين الأصل، وهو لو إحنا نحاول دائما كعراقيين للأسف الشديد نعلق كل أخطائنا على شماعات الآخرين. يا أخي إحنا أيضا عندنا أخطائنا، إحنا عندنا أخطاء ويا الكويت، عندنا أخطاء ويا السعودية، عندنا أخطاء ويا إيران، عندنا ويا تركيا، عندنا ويا أخطاء ويا الجميع، إحنا عندنا أخطاء ويا شعبنا نفسه. كل الأنظمة العراقية اللي حكمت العراق أجرمت بحق شعبه بدون استثناء. فلذلك إحنا علينا أن نبدي بداية جديدة لبناء وطن جديد بعيد عن هذه المسميات إنه إحنا عراق فلان أو عراق فلان. لا، العراق ملك الشعب العربي كله، العراق ملك هذا البلد من جنوبه إلى شماله، بغض النظر عن القومية والطائفة والدين والمذهب. شو كنا وصلنا بناء دولة المواطنة؟ هذاك عن نقدر نبني إنسان عراقي حقيقي. متى ما بدأ الإنسان العراقي هو هذا القادر إنه يصون العراق ويجعله قادر على مقاومة كل أنواع التدخلات الأجنبية. المشكلة مو فقط في إيران، إيران تتدخل بشأن عراقي، نعم إيران لها مصالح كثيرة في العراق، هذا جدا صحيح، لكن الدول الإقليمية الأخرى ما عندها مصالح في العراق، كل عندها مصالح في العراق. احنا عندنا مثل العراق يقول احنا حائط نصيص، عندها ميليشيات، الدول الأخرى عندها ميليشيات كالتي موجودة بالعراق. لا 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 لا، هنا القضية ماكو ميليشيات، الميليشيات هذه لو اكو دولة، شوف اكو مسألة بالسياسة، يقول الدولة هي التي عليها تمتلك وسائل العنف. وسائل العنف يعني شنو؟ يعني سلاح. نعم، متى ما كان سلاح خارج نطاق الدولة هاي تعتبر ميليشيا ويجب ان تحل، يجب ان تحل. الحشد الشعبي تم جمعها، هي كانت موجوده ميليشيات قبل الحشد الشعبي، قبل ما تطلع الفتوه السيستانيه الميليشيات موجوده. نعم، لكن تم ترتيبها في مؤسسه معينه من اجل هدف معين واحد وهو محاربه داعش. طيب المرجعيه نفسها في خطه عبد المجيد الكربلائي في هذا هنئ الشعب العراقي بانتهاء داعش، الحكومه هنئت بانتهاء داعش. إذن الميليشيات باقي هنا مو فقط من أجل داعش، لا، الميليشيات الآن قاعد تعمل بشكل تخريبي للعراق، إنه تحارب خارج العراق ويكون الضرب داخل العراق، والأمريكا تضرب القواعد. أشكرك، مضطرين أن نتوقف عند هذا الفاصل لأن ضغط علينا الوقت كثيرا، أستأذن منك ومن الضيفين الكريمين والمشاهدين أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. ويقف التصوير.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، تبحث في محاولة الميليشيات الولائية تطبيق أو إقامة أو تأسيس لنظام ولاية فقيه في العراق على غرار الموجود في العراق. ضيوف في إيران، ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور صباح الناصري والأستاذ زكي رضا. دكتور، أيضا هذه الحقيقة المراقبين وناشطين وباحثين يحذرون من خطر حقيقي لهذه الميليشيات الولائية على الدولة والمجتمع وهوية العراق، وخاصة أن هذه الميليشيات مرتبطة عقديا بولاية الفقيه الإيرانية وتتلقى أوامرها السياسية والعسكرية وفتاواها الدينية من المرشد، وتحلم بإقامة نظام ولاية فقيه. الخطر الحقيقي في هذه الميليشيات التي تريد إقامة نظام ولاية فقيه في العراق، فما هي المخاطر؟ أستاذ ماجد، قبل أن حدثك عن المخاطر، ربما هو الحديث سيأتي على المخاطر. نعم، في حديث الأستاذ زكي رضا وأنا أتفق معه أنه يحتاج العراق إلى برنامج أو مشروع وطني لكي ينهض، لكن أن نحمل الشعب العراقي مسؤولية ما حدث وكل ما يحدث ربما فيها كثير من التجني. سأقول لماذا. خلال 20 سنة التي مضت هاي العقدين، ما الذي حصل؟ هناك نقاط أو محطات مهمة يجب أن نتذكرها. أول محطة هي الدستور. عندما وضع هذا الدستور وهذه أحزاب العملية السياسية وضعت العملية السياسية، كيف مرر هذا الدستور المخرب والملغوم والذي يتحدث عن مكونات لا يتحدث عن مواطن، لا يتحدث عن مواطن، ماكو مواطنة، هناك مكونات، هناك سني وشيعي وكردي ومسيحي وما أعرف منه. وقبلها كان مجلس الحكم اللي 13 شيعة، 5 سنة، 5 كراد. هذه التركيبة التي وضعت وقبلت بها كل هذه القوى التي تحكم العراق نفس اليوم، يعني هذه القوى التي حكمت التي جاءت في عام 2003 هي نفسها التي تحكم اليوم. لا أحد يقول لي تغيرت هذه القوى. نعم، قد تجددت وجوه جديدة، لكن نفس الفكر، نفس الإطار، نفس حتى الأسماء، وحتى إذا غيروا الأسماء هي نفس القوى. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، ما جرى لغاية 2006، ما جرت من تصفيات، ما جرى من استهداف للمجتمع العراقي لتفتيت هذا المجتمع، سنة وشيعة، وهذا الحديث وأقليات وأكثرية وأقلية، وهذا الحديث الذي بدأنا نسمعه اللي بعدين تحدث عليه بول بريمر في كتابه، أقلية وأكثرية وذول 60% وذول 10%، هذا كله تفتيت المجتمع والقوى التي في العملية السياسية مرة أخرى هي الموافقة عليه، وهي وتفتيت الجيش، حل الجيش العراقي والمؤسسات، مؤسسات الدولة كان جزء من هذا الموضوع. وصولاً إلى 2006، ما حدث في التفجير اللي حدث في سامراء، وبدأت التصفيات الطائفية والمعارك الطائفية. أنا لا أسميها حرب أهلية، لكن أسميها حرب طائفية. مجاميع تقاتل وتريد أن تنتقم من أي شيء لا تعرف، وحرق جوامع وقتل وسحل، وهذا ما حدث. وصولاً إلى 2014، طبعاً تأسيس جيش، أسسوا جيش، حلوا جيش وأسسوا جيش، جابوا الميليشيات دمجوها بما بقي من الجيش، بما من قبلوا به من جيش، ودمج وغير دمج وعطوهم رتب وسووها بال 2014. هل يستطيع أحد أن يقنعني جيش بنت أمريكا ودربت أمريكا وطت كل هذا السلاح وفرق كبيرة تهرب، فرق 3 فرق عسكرية تهرب من الشمال من الموصل لأنه يدخلون 100 واحد من داعش ويسلمون كل سلاحهم؟ يا ريت انهزموا بسلاحهم، لا، تركوا السلاح وتركوا ملابسهم وانهزموا. حتى الدبابات هل هذا طبيعي؟ ومباشرة صدرت الفتوى بتأسيس ما يسمى بالحشد الشعبي، جابوا هاي الميليشيات وقالوا فتوى لمحاربة الإرهاب. وتحدث ضيفك قال انتهى الإرهاب، والحكومة قالت انتهى الإرهاب، والمرجعية قالت انتهى الإرهاب، وانتهى الموضوع، لكن لم ينتهي هذا. وصولا إلى الآن في احتفالات عمل في احتفالات تأسيس الجيش العراقي 103 سنة، ما الذي خرج في هذه الاحتفال؟ خرج لنا واحد معمم يقول يجب حل الجيش، هذه المرة الثانية حلون هذا الجيش. لماذا؟ يقول لأنه الجيش هو الحشد الشعبي، ولا رديف، مو رديف، هذا هو الحشد الشعبي، هو الجيش.
هذا واحد. وقبلها كان أبو تراب واحد من قيادات الميليشيات. ميليشيات كان يتحدث أن ذولا مهمتهم فقط استعراض. يستعرضون. إذن القوى الأمنية والقوى العسكرية يجب أن تتغير وتكون بيد الميليشيات. وما شكل من حكومة السوداني اللي تحدثت عنها بعد انتخابات 2021 كان لهذا الغرض، وصولا لهذه الحالة. هذه كلها مرتبة حتى في تأسيس شركة المهندس والمكاتب الاقتصادية. المكاتب الاقتصادية كلها سيطرة على السياسة، حكومات سياسية، وحتى انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. نعم. سيطرة لهذه الأحزاب أو هذه القوى الميليشياوية على كل المحافظات العراقية، سيطرة على الاقتصاد لأن الاقتصاد كله بيديهم، وسيطر على المجتمع بالسلاح ميليشيات. أنت منفلت غير منفلت، خارج الدولة من خارج الدولة، هم ساعات يقصفون ويقولون نحن شو يسموه مقاومة إسلامية، وعندما يرد عليهم يقول نحن جزء من القوات الأمنية. نعم. وعندما يضايقهم أي رئيس وزراء يدسون على صوره بأقدامهم ويهددون بقطع أذنه. هذا الوضع. إذن الحالة مرتبة، هذا بناء تراكمي وصولا لحالة أن يحكم العراق ما يسمى بالحرس الثوري العراقي التابع للحرس الثوري الإيراني. هذه هي التشكيلة تحت مظلة نظام ولاية فقيه عراقية، بغض النظر أن يكون ولاية فقيه أو غير ولاية فقيه، لكن أن تكون الساحة محكومة بهذا الشكل سياسيا اقتصاديا اجتماعيا لهذه القوى، هذا هو المطلوب. وأضيف إلى ذلك أنه عندما تراجع النسب الأمية، نسب الفقر كلها بالمجتمع العراقي، هذه جزء من تركيبة. ولا ليش عندنا الآن 10 ملايين أمي بالعراق وجاهل؟ لماذا جهلوا؟ لماذا تركت المدارس؟ لماذا تركت الدراسة لهذا الغرض؟ لكي يقنعوهم بهذا الموضوع. دكتور صباح، عدد من الإعلاميين والكتاب والمدونين المحسوبين على الميليشيات الحقيقة صبوا جام غضبهم على ثورة تشرين وشبابها وشتموهم، وقالوا هذه الثورة الصهيونية الأمريكية هي التي عرقلت أو أخرت إعلان ولاية الفقيه المباركة في العراق. ثورة تشرين هي التي أخرت. ما مساهمة فعلا ثورة تشرين في تأخير إعلان ولاية الفقيه أو ربما حتى القضاء على الحلم أم تأخير؟ هل فعلا ساهمت في تأخير الولاية، خربطت الغزل على الجماعة؟ هو طبعا مجرد اتهام شباب وشابات العراقيات في ثورة تشرين بأنهم أولاد وبنات سفارة وجوكرية وكذا، بحد ذاته هذا يفضح المشروع الحقيقي لهذه الميليشيات الإرهابية. هو أنه غير مسموح أن يتشكل وعي وطني وأن يتشكل دولة عراقية. هو هذا المشروع، هو المشروع كله من احتلال العراق 2003 باسم المذهب والعرق، القصد منه تفكيك الدولة العراقية واستنزاف مواردها وهدر مواردها بشكل يمنع إمكانية إعادة تشكيل هذه الدولة العراقية. وأفضل متغير يوضح هذه المعادلة هو الملف الأمني، الجهاز الأمني. تفكيك الجهاز الأمني العراقي من جيش واستخبارات ومخابرات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلى آخره، وإعادة هيكلتها بشكل غير مهني غير حرفي، إنما على شكل إقطاعيات، يعني كل ميليشيا كل فصيل كل دولة لها جزء من الكعكة الأمنية من الجهاز الأمني، وبالتالي ما تمتلك قرار سيادي، قرار دولة. هو القصد منه من خلال تفكيك هذا الجهاز الأمني وتوزيع حصص على كل المساهمين في هذه الشراكة، القصد منه منع تشكيل الدولة العراقية. لأن بدون أمن ماكو استقرار، ماكو استثمار، ماكو تنمية، ماكو أي شيء. فهذه مو خطأ تقني، إنما بالتصميم هو مصمم بهذا الشكل. وتأسيس ما يسمى الحشد الشعبي بالمناسبة، أنا ليش أقول ولاد فقيه مخففة بالعراق؟ لأنه مرجعية النجف حسب ثيمي، أنا أستخدم مصطلح حزب هنا بمفهوم المفكر الإيطالي غرامشي، الحزب المتمدد، بمعنى ليس الحزب بالمفهوم الشكلي القانوني
كتلة مسجلة، إنما كقوة مجتمعية لها تأثير على القرار السيادي والاقتصادي والمجتمعي والثقافي والأخلاقي إلى آخره. هذا معنى الحزب اللي أنا أستخدمه، وأقول الحزب السياسي الوحيد في العراق مع بعد 2003 هي مرجعية النجف، لأن هي اللي تقرر شكل الدستور وأدخلت الدين اللاهوت في الدستور الديمقراطي، وحشدت المجتمع الجنوبي العراقي المجتمع الشيعي للاستبداع على الدستور وللمشاركة بالانتخابات ولدعم الأحزاب التشيع السياسي، فبالتالي هي التي تتحكم حقيقة بالقرار السيادي العراقي، ولذلك أمريكا وبريطانيا وإيران وغير تتعامل معها بشكل مباشر، أي شيء يخص الحكومة رئيس الوزراء أي يتعامل معها مرجعية النجف. ولكن مثل ما تفضل أستاذ زكي، نتيجة لاختلاف الخلطة الديموغرافية، الخلطة الثقافية، الخلطة المجتمعية، الثقافة العربية المهيمنة أيضا للأغلبية في داخل العراق، يمنع تشكيل نسخة مشابهة لولاية الفقيه الفارسي. وهذه نقطة مهمة دكتور، أشكرك والله، شكرا وصلتنا لهذه النقطة، شكرا. أستاذ زكي، إذا كانت طبيعة المجتمع العراقي وتكوينه وهويته وخصوصيته بالضد من هذه الفكرة، فكرة ولاية الفقيه، ولدينا استطلاع للرأي قام به طبعا مركز أمريكي يقول 85% من العراقيين من الرأي العام في العراق يعتقد أن إيران تلعب دورا سلبيا في العراق، 82% منهم شيعة يرفضون هذا الدور. إذن هذه الميليشيات لماذا تريد أن تستفز المجتمع العراقي وتتصادم مع المجتمع العراقي بهذا الحلم بإعلانها أنها مرتبطة بخامنئي وإعلان ولاية الفقيه المباركة؟ لماذا هذا التصادم مع المجتمع الرافض لهذه الفكرة؟ شوف، السؤال مهمة جدا حتى نعرف، فهل نحتاج إنه نسوي استفتاءات ونعتمد على مراكز بحثية أمريكية أو غير أمريكية حتى نعرف بالضبط إيش قد نسب المعارضة للنظام السياسي القائم في العراق؟ نأخذ ثورة تشرين مثلا، انتفاضة تشرين ما كانت لا في المناطق السنية بالأسف، يعني بعيدة عن التسميات، زين، في المناطق الغربية ولا في المناطق الشمالية، انحصرت في المناطق الشيعية، زين، هم يقولون احنا موجودين كدفاع عن الشيعة، كل المجتمع الشيعي في الجنوب طلع بتظاهرات في تشرين، زين، هؤلاء نفسهم اللي زميل المحاور يقول انه السيستاني هو يتحكم الوضع لانه يدفع الناس للانتخابات، طيب 88% مش في الانتخابات، 72% اذا ضد ضد السيستاني، يعني القضيه مو نادره، القضيه انه شعبنا ما عنده ثقه مطلقا بالعمليه السياسيه، ما عنده ثقه بالاحزاب السياسيه الموجوده الان في العراق. استاذ زكي، كل ما جرى استاذ زكي، دكتور صباح يسمعك، هو ممكن يرد يوضح لك في يعني في وقته، يتحدث عن دور المرجعية في بدايات الاحتلال وكيف أنها دفعت الناس وأصدرت فتاوى تحريمية ومفرقة بين الزوج وزوجه إذا لم يشارك، ربما يشير إلى هذا وننتظر يوضح لنا. نعم، لها مسائل دينية ما نفتح عنها، ناخذ الوضع السياسي، انت دفع المرجعية إلى الاشتراك في نشاط وفي فعل سياسي والانتخابات، بالنهاية الانتخابات فعل سياسي وليس فعلا دينيا. تفضل. بالتأكيد فعل سياسي. نعم. السؤال كان حول استفزاز الميليشيات تستفز المجتمع العراقي وهو رافض لهذه الفكرة ورافض للدور الإيراني. شعبنا بأكمله رافض للدور الإيراني، مو فقط الإيراني. نعم. بالحقيقة شعبنا رافض كل التدخلات الأجنبية. نعم. لأن ما عانى به خلال فترة طويلة، بالأخرى منذ عام 1990 بعد دخول العراق للكويت. نعم. 89. لليوم شعبنا تعرض لأقصى ضربات، شعبنا تراجع سنوات عديدة للخلف، يعني أجيال كاملة ابتعدت عن التعليم مثل ما هو ذكر زميل عزيز، وهذا كلش مهم جدا، أنت لا تبعد جيل واحد عن التعليم، ما تنهيك مجتمع لخمسين سنة، أنا شعبنا صار أكثر من جيلين مثلا التعليمي، القوى هاي ما عدا أي شغلة بالعراق، هاي الميليشيات هي أساسا غير قانونية، تصدم مع الشعب العراقي اللي عنده أجندة، هي بنظري آني يعني كان عنده دور محدد، اذا تستمر به من الان او استمر له فتره طويله تعتبر بنادق للايجار، هي حدا ما قاتل العراق، قاعد قاتل في سوريا، قاتل في لبنان لمصلحه من؟
لمصلحة ولي لمصلحة دولة أخرى غير العراق. ما القضية؟ أنا أعتقد أن شعبنا على بينة من أن هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب بغض النظر عن الأحزاب الإسلامية كردية علمانية غيرها بأكملها هي فشلت في تقديم حلول حقيقية لهذا الشعب، حلول عملية سياسية. أنا عندي عملية سياسية فاشلة. فلذلك أنا أعتقد أن هذه الميليشيات أو غير الميليشيات هي ما عدا عمق جماهيري الموجودين الآن نتيجة البطالة. مش وقت ما حكومة وطنية بدأت توفر فرص العمل للناس، شو ما بدأت بناء مجتمع حقيقي، بناء مدارس، جامعات، مصانع، عودة حياة الطبيعية العراق، هذه الميليشيات تحل أوتوماتيكيا، هي تحل نفسها. لأن ما محتاج أنه أروح أقاتل على 300 دولار يجوز أموت، وأنا إذا أشتغل في معمل معين وأحصل نفسي 300 دولار أو أكثر. قضية هنا أنا أعتقد أنه إحنا علينا نفكر مثل ما قلت بعملية أخرى. شنو هي الوسائل؟ ما هي السبل اللي تجعل من شعبنا يوصل بر الأمان؟ انتفاضة؟ ثورة؟ أنا أعتقد صناديق الاقتراع غير قادر على تغيير الوضع السياسي الآن، سواء وجود ميليشيات أو عدم وجود ميليشيات. نظام سياسي بهذا الشكل، بهذه القوانين، بهذا صناديق الاقتراع، ماكو شيء اسمه ديمقراطية. إذا كنت صناديق الاقتراع جيب الديمقراطية، فهتلر ديمقراطي، لأن صناديق الاقتراع جابته. والحزب والأس أس قوات جيدة ويشغل تقتل الناس، وكثير هي الميليشيات في كل العالم زين. لكن علينا أن نقصد أنه هذه الميليشيات الركز عليها يجب أن تكون هناك طريقة لحلها ودمجها بالحياة المدنية، مو بالحياة العسكرية. الحياة المدنية كل واحد يرجع شغله، معلم يرجع يصير معلم، الفلاح يرجع يصير فلاح، والبقية يستوعبون من دوائر الدولة المدنية. أما الرجوع للمسألة العسكرية يعني ما يسوي شيء. وقت ما تراقي الخوجة علي ولا علي ماكو شيء. أشكرك دكتور صباح، أنا دافعت عنك، إذا عندك شيء نوب إضافة على الدفاع مالي فتفضل في الجزئية المرجعية وحشتها للمجتمع. يعني أنا اللي أقوله أنا أتفق ويا أستاذ زكي إن أغلبية الساحقة للشعب العراقي رافضة لهذه الأشكال اللاهوتية بالسياسة لأنها دمرت البلد. ولكن إحنا بصدد واقع عين في العراق، وكل الانتخابات وكل شيء أثبت ذلك من 2010 بالمناسبة، مو 2021، من 2010، أن هنالك واقع سياسي عراقي رافض للاحتلال الأمريكي الإيراني بكل أشكاله، ورافض أيضا لتدخل المؤسسة الدينية في السياسة وكل شيء. هذا واقع حقيقي اللي تفضل عنه حكي عنه أستاذ زكي. ولكن هنالك واقع آخر مفروض على هذا الواقع الحقيقي، اللي هو واقع أقلية إقطاعية ميليشياوية مافيوية سميها ما شئت، بدعم إيراني أمريكي والمرجعية تفرض نفسها على الشعب العراقي بالرغم من وضد قرار الناخب العراقي بأي شكل من الأشكال. هي هذه المشكلة الحقيقية. عندنا واقع مفروض على الشعب العراقي، واقع لا أمني، واقع إرهابي، واقع دمر الملكية العامة للبلد وللشعب العراقي، مدعوم إيرانيا وأمريكيا وبغطاء من المرجعية، ضد الواقع الحقيقي لأغلبية الساحقة للشعب العراقي. هي هذا التناقض ما بين عالم مختلق مفتعل، أنا أسميها ولاية فقيه مخففة مدعومة أمريكيا وإيرانيا، ضد واقع عراقي وطني يطمح إلى استرجاع الدولة العراقية وإعادة بنائها حسب مصالح الشعب العراقي، ويفرض سيادة هذا الشعب على المنطقة بأكملها. هاي الحقيقة، هذا التناقض الحقيقي. أشكرك. وللأسف كل المشاريع للمعارضة العراقية من 20 سنة إلى الآن لم تأتي برؤية حقيقية لحل حالة هذا التناقض، حتى تطرح مشروع بديل للشعب العراقي من خلاله يتخلص من هذه الميليشيات الإرهابية ومن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. أشكرك دكتور. دكتور رافع، الحقيقة في لواحدة من أدبيات الميليشيات ويبدو كلها نفس الشيء تقول أنه ولاية الفقيه هي مرحلة تمهيدية لإقامة دولة العدل الإلهي الموعودة في العالم، وهي يعني إنجاز للإنسانية جمعاء وليس للعراق والشيعة. إذا كانت دولة العدل الإلهي الميليشيات تريد دولة العدل الإلهي، لماذا لم تقم هذه الدولة
وعشرين سنة في التجربة في تجربة حكم العراق، وكل الدنيا دعمت هذه التجربة، لماذا لم على الأقل بوادر وليس ركائز كاملة لهذه الدولة الموعودة، دولة العدل الإلهي؟ ليش هي السؤال اللي يطرح نفسه، دولة العدل الإلهي موجودة في إيران؟ ما الشعب الإيراني ثورات وانتفاضات وقتل وذبح وتفجيرات في داخل الإيران، يوم يتهمون داعش يوم يتهمون ما أعرف منه. ما هي في إيران عشرات الملل وعشرات الأفكار، مئات الأفكار، وكلها معارضة، والتظاهرات من 2006 والتظاهرات الخضراء ومعارضة. وينها دولة العدل الإلهي اللي تفكر بهذه الطريقة، لا تبني بلدها بطريقة صحيحة؟ وبناء البلد يبدأ ببناء الإنسان، إن الإنسان إذا ما بنيته بناء صحيح وكان يعني محتاج أن يقف على قدمه ويقول هذا وطني ومعتز بوطنه وتخرج حكومة من رحمة يدافع عنها، هو اللي دافع عنها، حرس ثوري يحكم وعنتريات الإمام المعروف منه، هذا الكلام اللي موجود. وين دولة حتى تطبق في العراق؟ بلد تعرض لاحتلال شرس وقاتل ومدمر، قتل من عنده مليون، أكثر من مليون ونص مواطن عراقي هجر، وأكثر من 8 ملايين مواطن عراقي من خيرة الشعب العراقي، من الثقافات، من المفكرين، وجزء من عندهم يعني ضيوفك الآن موجودين الآن على الشاشة، جزء من عندهم هؤلاء، هذه عقول كبيرة خارج. من تقام دولة العدل الإلهي جماعة يرجعون، أين هذه الدولة؟ فبالتالي وميليشيات تحكم بالسلاح والقتل والذبح وتفريق وسنة وشيعة وخطاب طائفي. خذ آخر آخر ما جرى، هذا واحد من فصول المضحكة المبكية، نعم إيه؟ ما جرى قبل أيام في انتخابات ما يسمى برئيس مجلس النواب، نعم، كبديل عن الحلبوسي، ما الذي جرى؟ خمسة رشحوا، وصلوا إلى 2، وصلوا إلى 1، يجب أن يفوز. ما الذي حدث؟ بعد ساعتين ما أدري 5 ساعات أجلها نائب رئيس المجلس النواب وطلع عليهم قال لهم لا، نريد نعدل، نسوي نظام رئاسي في مجلس النواب، لأنه ونص النواب يقولون هذا بعثي ومروج للفكر البعثي. لك يا أبو هذا اللي أنتم تقولون عليه مروج، بغض النظر 20 سنة وياكم ورئيس كتلة بداخلكم. إذن اللعبة هكذا، اللعبة معيبة مضحكة مبكية. أما الحديث عن انتخابات شكرا دكتور، وصندوق انتخابات، هذه كذبة كبيرة، لا ديمقراطية ولا انتخابات في العراق، نحتاج إلى تغيير كامل، تنشال كل هذه ويعود الشعب العراقي يعرف شلون يفكر، بعيدا عن كل هذه الضغوط وبعيدا عن هذه الميليشيات والسلاح المنفلت غير منفلت، هو السلاح كله لصالح أجندة معينة تريد أن تضعف العراق. شكرا لضيوف حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو. شكرا لضيفنا من نيويورك في كندا أستاذ العلوم السياسية الدكتور صباح الناصري، وشكرا لضيفنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ زكي رضا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.